عصر من هذا الزيت كيفاش بلاصه ديال هذا دابا الزيت الجلجلان كيفاش كيتعصر وغنوريك من بلاصه كتاخذوا الحلازو كنتواجدوا في الجميعه ها الجميعه في سوق الجميعه في درب السلطان بغيت نعطيها لي ديالي ماشي مشكل البلاصه اللي بغيتو انا بلاصه تجيو تاخذ قولي هضرتي انا الا بغيتو اللي بغى يعصر الزيوت مرحبا به حنا كنتواجدوا في سوق الجميعه المحل 143 اللي بغى النيم ديالي راه تخليها لينا وان شاء الله يتصل بيا ويجي عندي المحل ونعصر لي اي حاجه بغى اي حاجه بغا نجيب باش عصر هادشي تي بيديك كلشي في لاماشين زيت اللوز الارغان الخروال السانوج ولكن مزيان خصك تعصريه وديريه انت الوجه ديالو بالمساج احسن لما تاخذي تنفع خلطه ديال تساقط الشعر بالنسبه للبنات اللي شعرهم خواليهم الجلده ولا تتبان تساقط الشعر ولا يعني كثير عندها ما بقاش كطول لها الشعر كاينه واحد الخلطه هي المعالجة لجميع مشاكل الشعر حتى هي زوينه حتى هي موجوده عندي تدار جوج مرات في السيمانه ساعتين على شعر نقي وكتغسل كتبان لها الغزيل طلع على السيمانه الثانيه كتبان لها تخرج ما تدخلش العيالات مرحبا مرحبا بالرجال وبالنساء انت البنات البارح كنتو داخلين وقلت لكم وعدتكم غندير لكم ما كنتش باغا ندير لايف حيت خفت شي واحد يدير لي التليفون لكن بلاصه امنه انا فتحت لكم اللايف كيفاش انا دابا كنعصر في الزريعه ديال الجيت شنو جنجلان زيت سمسم الزيت السمسم مدام غنحكيو على الفوائد ديالو نحكيو على الفوائد ديالو مزيان للبشره بالنسبه للبشره اللي بداو فات شويه التجاعيد رقاق مزيان لا علاش هو كينفخ شويه للجلده لهذا كيسمن البشره وميم طو كيضرك داك التجاعيد ما كيبقاوش يبانوا عندك هو كيدير هاد الخدمه هادي تيدير زيت السمسم وزيت الحلبه كيديروا نفس الدور غير الحلبه ريحتها شويه كي اللي ما كيتحملهاش اما السمسم ريحته زوينه وبالنسبه للشعر كيلق الشعر اللي ناشف يعني عندك الشعر ناشف بزاف يعني كدهني والغد اللي كيصبح شارب الزغبه شاربه الزيت بحال ما مدهوش كيرطب الشعر والله الا شربت الشعر الشعر ايفيكاس بالنسبه للي صابغه شعرها او اللي ما صابغاش وشعرها ناشف معنا غير بزيت السمسم يعني زيت الشنجلان حنا ماشي البنات حنا هادشي اللي كنقول لكم راه ماشي كننصحكم باش تشيو باغا وداكشي حيت ما كيكونش طبيعي 100% ماشي طبيعي 100% اما انك انت كتشري اختي كتشري بايديك وكتجي تطحني بحال انا كناخذ اللوز البلدي او خديته دابا انا جيت عند صاحبتي باش طحنوا ليا وعاد غنمشيو ناخذوا الحلزون البنات هي جي صاحبتي جات وقالت لي واش درتي قلت لي واش درتي وجهك قالت لي وجهك سمين قالت لي ولا سمين ياك ما درتي لي قالت لي مشيتي درتي البراوات قلت لها لا لا ما درت حتى شي حاجه غير الماساج بهذا الزيت ديال الجلجلان والحلزون راه ولاو عندي والله الا كتشوفوا وجهي بحال اللي ولات دايره بحال اللي دايره البراوات الوجه وانا ما دايره حتى شي حاجه نسمح لها المسح حنا كملنا او انا اخذ مواظفه الماس والزهور ما عرفتش قالت لي هذه مساعدتك في الحصول على المزيد من انا اخذ مواظفه الماس والزهور ما عرفتش قالت لي ما فهمتهاش لمساعدتك في الحصول على المزيد من تيك توك انا احد موظفي الماس والزهور دخلت ما عرفتش السلام عليكم المهم زيت السمسم السلام عليكم وسهلا كيف الحال تاع اخويا حنا دايرين غير الخاص العام حيت ما كنفهمكش حنا عاملين لايف لايف البنات حيت باغيني عارفين بلاصه كيتعصر فيها الزيت وطريقه استعمال عصر طريقه استعمال عصر الزيوت راه عندك كلشي هادشي اللي كيتعصر شويه كتعصر هذاك الشيء زوين طبيعي كتعصرو طبيعي ها زيت السمسم كيفاش كيخرج هي لك هاي عصراتو ليا شتي زيت السمسم هاي عصرات لي شحال خرج ليا هذا هو الاصلي كيخرج اللون ديالو بحال هكا حنا دابا غنعصرو زيت اللوز الحلو خليني اخويا نقطع ما فهمتش كيقول قطعت عليا خزينة اش تواجه مع راجلي هذا ما شكتش ليه واش الرجال ما ليهمش لا ترجال بكم رجال وعيالات رجال وعيالات كلشي حافظ على الجمال ديالو دابا انا عصر اللوز 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 راه الولاد حتى مخصمتها الله في راسهم اللوز الحيلو ها هو عصر نحافظوا على البشره ديالنا من التجاعيد المبكره ها هو غيبدا يتعصر شي اجي من هنا باش تشوفي تشدي لهم الزيت كتخطر من هنايا
زيت هذا زيت اللوز الحلو بيو اصلي. شوفوا كيفاش كيتعصر. اللوز ريحه عندك اختي شحال زوينه. ريحه الزيوت والعشوب يفتح على راسه ما عادش كيخربق. هادي اللي قالت لي متابعوني عندي محشوى زبيب اللي بغى يضحك ويفوج على راسه زعما بحال كدير الفكاهات. فهمتها بغى تدخل عندي باش تهضر على راسها. فهم كتقول ليهم تابعوني يعني فهمت اللي عندك انت تابعوا حتى هما. فهمت. السلام عليكم اصدقائي تابعوا عندي في اليوتيوب دائما الجديد. اي البنت فاج اختي كاينه في الجميع ضرب سلطان. الجميع ضرب سلطان جميع هذا تخلي لكم النسبه النمره ديالي راه نقول لكم تدخلوا عندي البريفيو ولا الانستغرام باش كنت الانستغرام باش نعطيكم النمره ديالها باش النمره ديالي وانا غنوريكم اختي من بلاصه كتاخذوا الحالات وكيف وعدتكم. ودخلوا الله يخليكم دخلوا تابوني عندي في اليوتيوب دائما الحاجه زوينه كتستافدوا منها وال مازال بزاف ديال الحويجات غتستافدوا منها. شكرا حبيبه ديالي ما كندير شي حاجه اختي اللي فيها ما فيهاش فوائد زعما ما كندخلش اللايف ونبدا نهضر ولا هادشي راه كنقول لكم من القلب ان ما كنتعذبت وجيت عند السيده وطلبتها مع عمرها ما كتخلي مع عمرها دارت اللايف ولا شي حاجه وطلبتها ودارت لي خاطري. انا ماشي كنقول لكم سيروا الباغا ولا سيروا شي حاجه. مرحبا في قناه كوتش بارك الله فيك للي خطيك وتابونوا عندي في القناه ديال الكوتش نوال. دخلوا اليوتيوب شوف دخلوا الانستغرام حيت في الانستغرام انا غنهضروا اكثر ماشي بحال اللي في تيك توك كنبقاو نصيفطوا غير لي ميساج. كاين شي سلو وراه غنصاوب سلو دابا غنصاوبوا كلشي ملي جيت لدرب السلطان غناخذ كلشي ما انني جيت هاد النهار غناخذ كلشي كاين شي سلو غنصاوب خويا سلو دابا انا نيت غنسالي مع هاد السيده وغنمشي عند الحلزون وجهي هو الاول ان شاء الله فراسي هو الاول عاد كرشي عاد كرشي سعادتك شكرا الله يخليك. ما تنساش اخوت ابونو في اليوتيوب بالصحه والراحه شكرا للي خطيك رمضان كريم مسبقا. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب لك عزيز عليكم نوال باش تشجعوا باش نعطيكم المزيد حيت ما شجعتونيش مع مره غنزيد نعطيكم اكثر. بلاكس تي راه كتعطيهم واحد الدروس اللي مهمه باش ما يتغشوش في الزيوت. هذاك الشيء اللي كنقول لهم انا شو كل ما كنتش انا قلبي زوين والله ما نوريكم وما نقولش لكم نكذب عليكم باش تمشيو للباغا وتمشيو لديك البلاصه ونقول لكم بجوج انا كنقول لكم الحاجه اللي زوينه اللي تستافدوا منها غير مع شكون اللي وراك باش يعاود اخويا يتصل حنت ماشي كريم بالمثال ما كنقولش لكم اخويا ديروا شي كريم ولا دير انا درت هذا شوف البنت دابا كون شفتي وجهك ولا دخل لي شوف لي فوتو ما ان انا جربت هذا الشيء ماشي غير خليت وجيت وهضرت عليه حيت ما انني انا ولي عزيز عليا الحلزون وليت كندور نبوس في الحلزون والله العظيم لقيت شي واحد العلاج زوين كولاجين طبيعي يا اختي لقيت شي واحد العلاج واعر. انا في الاول قالتها لي الاخت ديالي ما تقتش بها قالت لي انا كانوا خارجين فيا ليطاش وكان في عندي واحد السكاتاج قديم في وجهي وقالت لي ما تسوقتش ليها بحال الكلف بحال لان ضربه كان ضربني وادني كانت في عمرها 12 وكحالت وكحالت لي ما شريتش لها الدواء بقات كحله كيحيد هو السكاتاج واخا يكون 28 عام كيحيد اقسم بالله هذا راتك ما غنحبس اللايف لحقاش نمشي عند مول الحلزون حيت غير بورطاجيت الكونيكسيون عند الصديق ديالي يلا بسلامه باش ما يمشيش ليه الكونيكسيون تهلاو فراسكم انا باقا كنتشوف في هذا تهلاو فراسكم يلا تمشي ثاني للحلزون ودخلوا شوفوا الحلزون بلاصه غنوريكم الحلزون اللي غتاخذوا هذاك البنات تابعوا هذا اللايف باش منين نمشي عند مول الحلزون تاخذوا الحلزون لا هذه اللي قالت لك هضرتك متصنعه بحال المنتوجات ديالك اختي انت كتشوفي كل شيء على المباشر ما كاين حتى شي حاجه متصنعه راه عقلك اللي متصنع عمري دخل بلوكي صافي قطعي شو عقلك كيدير كي بنادم كتبغي تهضري معاه انا كتعصر لي قدامك يقول لك متصنع راه انت هي زيرو ابوني دابا هذه ها السم والغير خصك متصنع حنايا كنهضروا معاك مريض انت اختي عندكم عقده والله هادشي مش كيفقسوني كنت كتفيديهم كيبغيو يدخلوا لهذاك اللايف اللي همايا اللي بدون محتوى هذه مسخه شي وحده مسخه مريضه بلاتي بلوكي متصنعه سير المتصنعه سير بلوكي عليا الزفت على الويل بحال هذا مسخه دا توسخ لك دماغك وتعصبك على والو يلا سيري اختي تنعسي سيري اختي تاكلي اللي كاين شي مرقه وكاين شي رفيسه ونعسي في الفراش شي برودوي في فارما بارا فارماسي اللي تقول لهم البرافيا كنا وجهك حل سيري اختي خذي شي برودوي للفارماسيان باش يبقاو
وجهكم عامر متجاعد. هذاك لي فارماسيون هو اللي متصنع ماشي هذا الطبيب. حنا ما كنصنعوش، انا ماشي كنبيع لك باش تصنعي ولا سالي نبيعو لك، راه اصلا المحل بيع راسه. سير حبيبه ديالي، حنا غير عصاره كتعصر وربينا نوريكم الفوائد، حنا كنفيدو الناس ماشي وانا نتصنعو. الله يهدي ما خلق. ها هو غيعطيني من ديال الوجه شتي هو هذا. عندك دير لي شي واحد التليفون على الدخل. حنت البارح وصيوتيني وهادو راه ماشي ديال الوجه، هذا عادي، هذا ما كيصبرش. هو اللي قلت لكم خدا لي خويا وما دغير شتي هو هذا. هذا ما تاخذوش، ها هو غيعطيني من اللي كيصوم. هذا هو اللي كيصوم، كدي تاخذو منه نتوما. كيفاش شنو نعطيو ياكل؟ ايه ان شاء الله دا وخيزو طريفات يعطيتي النخاله ديال القبحتين. عطاني ممكن يكون داخل بحال ما هكا ما تعطيه والو. هادي لا خدمتيها وخرجت حاجه كانت خارجه هذيك اللي تعطيها اليوم، هذيك اللي عطاها الاخرى كنخليهم صايمين. حتى كنبغي نجبد منهم هذاك الشيء باش بقى لي ديك المره شهرين تبارك الله. هذيك اللي خديت من عندك ها هو البنات الحلزون ديال الوجه. هذا هو البلديه كعمي، هذا هو البلدي. ملي كتخرج برا شو 10 دراهم شحال فيها؟ 10 دراهم بحال قالت لي كتصنعي. واحد الوحده دخلت قبيله قالت لي تديري اللايف كتصنعي. قلت لها نصنع الحلزون غالي غنبدا نصنع معاك انا مريض. ها هو البنات ها هو جمع لي الحلزون اللي غناخذ. انا خديت 10 دراهم شوف ودابا نوريكم في الدار ملي غنمشيو نوريكم كيفاش تستعملوا وجهكم. صافي بحال دابا ندير مني كنخليه وكنهز هذوك من المره كناخذ 5 ولا 4 ونعطي مي ياكلو قبل ما قبل ما نديرو وجهي. وكتغسلوه بالماء، تغسلوه ضروري ما تغسلوهش باش يفيق. يلا انا غنحبس لايف تهلاو في راسكم بيزو كبيره. المهم تابعوني في اللايف ملي ندخل للدار غنوريكم كيفاش تستعملوا. باي باي تهلاو في راسكم. انا وريتكم هاي بلاصه بلاصه درب السلطان جميعا جميعا. هو السيد جو عند السيد ديريكت هو اللي كيبيع الحلزون زوين.